مع ان المصري القديم كان يقاتل في الحروب القومية تحت راية إلهة أنثى هي سخمة. عارفين سخمة طبعا اللي هي مقلوب حتحور، وحتحور أيضا إلهة أنثى، والقصة معروفة البقرة واللبوة. في الدولة الحديثة هنجد صورة الرجل المتصدرة، حتى لن نجد ملك أمون أو ما يوازي يعني ملك أمون في عصر الرعامسة مع رمسيس الثاني اللي هو كركر بيحبها جدا بنته حبيبته طبعا. فدايما والناس برضه من الحاجات الغريبة إن هو مدي بنته ألقاب تشريفية، هي كانت جميلة الصراحة من تماثيلها يعني نعم، فمسميها الزوجة الملكية، يعني إن أي حد يتجوزها يبقى له الشرف الملوكي ده. فالناس يفتكروا ان رمسيس الثاني كان متجوز بنته، هو كان عنده 90 زوجه اصلا، ما كانش ناقص، وعاش 90 سنه. وفي الاخر اخر ما زهق بعد ما عمل كام ديفيد مع عمل كام ديفيد اللي هي نسميها قاضي شريف كده مع ملك خيتا اللي هم الكاثوليين، واتجوز بنته برضه، وبعدين جه زهق. بس زهق بجد، مش زي علي عبد الله صالح لما قال احنا زهقنا من السلطه، لا هو ده كان فعلا. فراح رايح اسوان وعمل وعاش بقى خلاص هو زوجته هناك، والدنيا استكملت من بعده. لاحظ دلاله، ما انا مش هخش في تاويلات اهو، انا بتكلم عن اثار موجوده وفي مكان واحد، ويستطيع اي زائر ان يلمح هذا التراب. تيجي بقى تقول لي انه القصه التوراتيه لم تذكر في مصر القديمه، هل تتصور ان رمسيس الثاني او مرن بتاح يكون فرعون الخروج، ولا تاتي قصه او اشاره او خرطوشه او قصيده واحده تؤرخ لذلك؟ وكيف يستقيم الامر؟ يعني انسى التاريخ وانسى التوراة وفكر بالعقل. في واقعة الخروج اللي قامت عليها الديانة اليهودية وجردها من محتواها التاريخي ومن الديني وخليها بشكل تيمة كده، تيمة قصة بتقول ان واحد فول النبي بيقول لأتباعه خدوا من جيرانكم الحلقان والمجوهرات وبتاع ويلا نهرب. فالملك بيطلع عشان يطارده، وطبيعي انه يطلع عشان يطارده، فيبقى الملك هو اللي وحش والتاني ده هو الكويس. وبعدين بنعرف انه من برضه في اطار التيمه مش لا التاريخ ولا الدين، انه اللي هربان ده بفلوس الناس دي ده المصريين هم اللي ربوه واحسنوا اليه يعني، وان هو قتل واحد ومشي. ما علينا من القصه التوراتيه وما علينا من الوقائع التاريخية التي لم تذكر شيئا من هذا على الإطلاق، على جلاله وحجمه الكبير. طيب لم تذكر، انت بتقول ان الفرعون هو الإله، لا لم ينظر ابدا المصري القديم للفرعون. الفرعون ده كان شخص على فكرة، احنا بنقيس على الوقت المعاصر الملك والأبهة والأبهة، ده كان مسكين جدا. هو أولا معنى كلمة فرعون في اللغة المصرية القديمة برعو، يعني البيت الكبير، وده ما كانش بيطلع يقعد في محطة الرمل هنا ولا يلف في ميدان التحرير، ده كان بيطلع مرة في السنة، ولما بيروحوا يزوروه بيزوروه في غرفة مظلمة. ليه؟ لأن هو في إله آمون اللي طلع للسماء، لا البشر بيقلوا ادبهم كتير، فحصل مشاكل كده وخلى حتحور وبهدلت الدنيا وهي في صوره سخمه، وبعدين ارتفع الى السماء. ودي القصه التوراتيه برضه على فكره، عشان كده الاله التوراتي بيندم ويزعل ويتاثر لما يعمل حاجه مش اللي هي
الصورة الأسطورية المصرية القديمة اللي بتقول إن آمون لما قال هتحور تأدب الناس واتخذت صورة سخمة فبهدلت الدنيا لحد ما حولها في النيل إلى خمر نجيت يعني في لون الدم، فقعدت تعبي منه، فلما صحت وجدت كم الخراب الشديد فاستفاقت وعادت إلى صورتها الأولى. وارتفع آمون آمن آمين إلى السماء متأثرا بالمصير السيء اللي سببه الإنسان. هي نفس القصة التوراتية لا القرآنية الخاصة بنوح، إنه برضه نفس الشيء الناس بتقل أدبها، فالرب توراتي بيقول للأرض يلا غرقي المية وينسى، وبعد 40 يوم التوراة بتقول بالنص ثم ذكر الرب نوحا ومن معه فقال للأرض طب ارجعني، ورأى الرب الدمار فقال لا أعود أقتل الإنسان، وتحسر في نفسه زي ما تحسر الرب التوراتي في نفسه لما ادم كل من الجنه. فاول كولوم كده في التوراه، اول عمود كده في الصفحه الاولى، ادم كل من الشجره وقال الرب، وكان الرب يمشي في طرق الجنه فنادى ادم فتورع منه، فقال الرب في نفسه هو ذا الانسان قد اكل من شجره المعرفه وصار كواحد منا، فماذا لو اكل ايضا من شجره الخلود؟ فطرده من الجنه وجعل عليها الكروبيون كروبيين ولهيب سيف متقلب لحراسه طريق الجنه. الصوره التوراتيه للاله، صوره مصريه جدا. فشاهد الكلام انه مش مصر القديمه اللي متاثره، بالتمام العكس. واذا حدثت هذه الحوادث ولم تقص في زمن هذا الملك تحديدا، كان من شأنها أن تقص لاحقا، أو نرى لها شواهد، لأنه حسبما قال ابن خلدون، ودي القاعدة اللي دايما بأكد عليها في النظر إلى التاريخ، ينبغي علينا إعمال العقل في الخبر. يعني أي مكان الخبر مصدره لابد ان ينتظم وفق الواقع، والا يتحول التاريخ لفوضى تسبب فوضى في الوعي. اما اشاره حضرتك الاخيره ان معروف ان الدين مصدر من مصادر البحث التاريخي، لا هذا غير صحيح. يعني لم نرى مؤرخا مرموقا قط اعتد بنصوص دينيه على اعتبار انها مصدر التاريخ. مش في تاريخ الاديان، تاريخ الاديان دوت بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ما يقوله البشر ولا ما يقوله النصوص الدينيه؟ لا، تاريخ الاديان بينظر كيف تطورت الديانات وكيف فهم الناس في كل مرحله الدين.